شكرا لهم على هذا الأداء الرائع. قبلها بسنة أنت من حققت صعود مع تهد العاصمة. نعم. مع هذا الجيل تغير نوعا ما الفريق. تغير الجيل، كل وقت ووقته، كل جيل والوقت دياله. ويبقى فيه العديد من اللاعبين المتميزين. فاصل على التماس يا رضوان لندخل المحطة الأخيرة من برنامج نبض الكرة. اليوم في هذا البلاطو لدي المدرب ولدي اللاعب أيضا طارق قول، كان لاعبا مع عند يونس افتسان. يونس افتسان في هذا الركن نسترجع أجمل اللحظات وأجمل الذكريات أيضا مع ضيوفنا. لا أدري إذا كان الصور جاهزة الخاصة بالصعود التاريخي لما رفعوك فوق الأكتاف في ملعب عمر حمادي، ذكرى لا تنسى حتما يونس. لا تنسى خاصة الصعود الأول مع اتحاد العاصمة، اللي كان اتحاد العاصمة كان عام يصعد وعام يسقط يتخبط في المشاكل، وهذاك العام اللي شفنا اتحاد العاصمة بعد الصعود ديالو خدا طريقة عمل، وهذيك طريقة يلا خلينا نشوف الصور. خلينا نشوف الصور. تفضل هاي الصور. ها يونس عندها السومه. انا فات في هذا اغلى ذكرى هذا يبقى في التاريخ. كاين الصعود هذا وصعود سكيكدا ونصر حسين. اختر واحد. صعود اتحاد العاصمه. لماذا؟ اول مره انا كنت هذاك وندي التدريب، نقص الخبره كما نقول لك. هذاك العام اللي خرجت قال لك فولي افيك تي بروبروزال، كنت مساعد مع بهمان والمسؤولين تاع اتحاد العاصمه طلبوا مني باش نكون مدرب رئيسي، وما هيش حاجه سهله. العام الاول ما صعدتش، صعدت اولمبي شلف بهدف في المباراه الاخيره. هاو الفريق لسه العام الثاني، هاو الفريق لسه تما هدف. هنا كلهم لاعبين هادو، نقول كاين زوج لاعبين اللي فوتوا 28 سنه، الاخرين كلهم 22 24 سنه. كان المسؤولين ذاك الوقت طلبوا مني باش نكون مدرب رئيسي، هذا هو اللي خلاني الشالنج هذا. لماذا لقبوك بكابيلو؟ لماذا ذاك العام كان كابيلو كان هو اللي خدا الشامبيونز ليغ واتحاد العاصمه. لما اتحاد العاصمه نعرفوهم باللي الدوب ديالهم الكحل الاحمر، حتى البدله الكلاسيكيه اللي كنت ترتديها نفس الكلاسيك تاع كابيلو هذا. مازالوا مازال ما غيرش. اتحدث عن ذلك الزمن. يا مام الجمهور تاع اتحاد العاصمه كان جمهور رائع. كانت النيه الجمهور اللي يوقف مور الفريق ديالو. عده مباريات كنا منهزمين في بولوغين. وتعاودوا ترجعوا كل هاد اللاعبين اللي دائما دربتهم، ما فيش لاعب ظلمته كرويا والله خالك عندك في الدهن؟ شوف كاين لاعبين اللي سامحوني ممكن ما ظلمتهمش كرويين كان ممكن يكونوا اساسيين وانا درتهم في البنك، مثل الحارس بن سالم. هذا حارس الشاب اللي كان بن سلم كان في المولوديه اللي تصدى ثلاث ضربات ولا ضربات جزاء لنقازي هذاك في مباراه الاعتزال. اسمح لي، كان للزوم كنت نسحق الخبرة ولكن هذا كان عنده ديكاليتي. هذاك العام لو كان لعب دخل مع مولود الجزائر كان يكون في المنتخب الوطني. أصعب موقف لا يمكن أنك تنساه؟ والله بعد ما رابطة الأبطال اتحاد العاصمة، هذاك خسارة. أول كاس اللي الاسم تغير ولا رابطة الأبطال اتحاد العاصمة كانت راح تفوز. كنت قريب منها بزاف. في كأس العالم للأندية. كنت قريب منها بزاف. لحقنا لما تروح انت تفوز في كازا، تفوز في كازا بلونكا، الراجا البغداوي تفوز بهدفين، وين فزنا مع اورلاندو بيرات
كنا قادرين الجزائر اول كاس شامبيونز ليغ دخلت تاع العاصمه ماهي سهله ولكن اليوم راحت بنقطه لا بنقطه هل عفوا راحت بهدف بهدف في ملعب خمسه في ملعب خمسه لا هي نقاط ولكن هي الهدف اللي سجلوه هدف ثاني لو نولوا المباراه لون المباراه ما ندخلش التفاصيل لان عندنا اسئله ركن نخليوه بطريقته هل صح فيه ضغط كبير في ملعب عمر حمادي ببولوغي على المدرب من بين اصعب الملاعب للمدربين ضغط ايجابي ضغط ايجابي لاتحاد العاصمه لا لا على المدرب ايه ضغط ايجابي, إيجابي. على المدرب لما تشوف المنعرج لما ما نضرك انا في الماضي ما نضركش لا 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 نتحدث عليك انت لا. يونس ابتسام انا ما كانوش عندي مشاكل مع الاتحاد العاصمه كان عندك جيل رائع لا واش تكلمنا لاعبين لما اللاعب يكون فوق يدخل يقول لك يتكلم معك ويقول لك يا شيخ اعطيني فرصه مش يعطيني فرصه داخلين باش نفوزوا ثقة كبيرة كان عندك جيل متميز ولكن هل في لاعب تمنيت أنك تدربه؟ اللي ما كانش عندي اللي ما كانش عندك مش اللي كان عندك ضيف كل الفريق هذاك تمنيت أنه يكون عندك في الماضي ولا حاليا؟ كما شئت حاليا رقم 10 تاع شباب الوسداد سايوت يلا مادام رحت لي الآن لو يكون طارق غول الآن هو رئيس شباب تسكيكدا ويقول لك عندك حرية اختيار أربع لاعبين ولكن تكون في البوديوم لا تفوز لي بالبطولة ولا بالكأس في الماضي اليوم مادام رحت لسايوت لا حاليا نقول أنا بون تكلمت على سايوت نجم نتكلم درفلو لقلب هجوم يلا سعيد درفلو عندك زوج واحد اخرين نتكلم على الحارس المرمى تاع اتحاد العاصمه شكون فيهم زيما ماشي زيما لا عكس مزاير لا ماشي مزاير حاليا قندوز اللاعب جزائري فرنسي زيد الرابع انا راك وليت لي شويه للمعرف مدافع ما خصكش مدافع خصوني مدافعين ولكن اليوم اختار واحد على الاقل هيا اختار رابع حمداني حمداني في الماضي هو يقول لك حاليا يلا اختار اربعه الان في الماضي حاليا في الماضي حمداني